الاهلي اول حاجه السر الاساسي اللي بيخلي الاهلي متواجد جدا في كامل البطولات وبيلعب بثقه كبيره، الاهلي من الانديه اللي صراحه دائما بيكون في عظمه التيم بتاعه، اقل لها 6 لعيبه بيكون لاعبين 7 سنوات مع بعض. ده شيء اساسي من زمن حسام حسن، احنا شاهدنا من علاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومحمود الخطيب وكان في ايمن شوقي وكان في حسام حسن وابراهيم حسن، القوام بيكون موجودين. حسام حسن ده شوف استمر في سنوات طويله، هذه خشبه عمر في الملاعب لفتره طويله، يعني هو بيلعب في الاهلي. بعد كده لما يجي الناس العناصر الجديده اللي بيدخل في كشف الاهلي ما بيكون عناصر عاديين، حتى من اشبال الاهلي في لعيبه بيسوقوهم بيعملوا لهم اعارات في الدوري المصري، متى ما اثبت وجوده بيفعلوهم، يعني ما لانك انت انا في الكشف عملت تكدس بتاع عدد من اللاعبين، وايش الفائده منه؟ ما لم يكون في مشاركه اللاعب ده ما بفيدك، وما بيكون يعني ما بيكون خامه طيبه للتيم. فلذلك الاهلي دائما قوامه الاساسي بيكون برضه شادي محمد المدافع، شوف عمر سنوات هادي جمعه المدافع وائل جمعه، عدد كبير من اللاعبين ده ديدن الاهلي. لذلك الاهلي لما نجي يستمر التعديلات بيكون على نوع معين، عشان كده عظمة التيم بيكون ماشي. فاصبح لما نجي اعمل تعديلات بيكون العناصر الجديده دخلوا بيكون لعبوا اقل لها 3 سنوات ولا موسمين بل تمام والكمال واكتسبوا خبره. فبالتالي ده التعديل المفروض، يعني ما في عشوائيه في الاهلي صراحه. وحتى المحترفين اللي هم بيستجلبوهم المحترف مهما كان قيمته الفنيه عاليه، لو زاد في السعر الاهلي يقدر يجيبه بطريقه خاصه. عندهم سيستم اداري مرتب، فريق ماشي باسس ونظم، يعني كل الادارات تختلف الرؤساء والسيستم واحد. جميل.